الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر غالبا صافي 15 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 14، نسب رطوبة 68%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. إربد 26 إلى 14 مع تفرق لبعض الغيوم، عجلون 23 إلى 14، الجرش 26 إلى 14، المفرق 27 إلى 15. بالانتقال للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة عمان، طقس قائم جزئي 24 إلى 16، الزرقاء 28 إلى 16، البلقاء 26 إلى 17، مأدبة 28 أو 26 عفوا إلى 15، أما البحر الميت 33 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 22 إلى 14 مع طقس غائم جزئي، تفرق للغيوم في الطفيلة 23 إلى 15، الشوبك 20 إلى 13، معان 25 إلى 15، أما العقبة 31 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الشرقية، حيث يسود طقس مستقر مع تفرق لبعض الغيوم هناك، أرويشة 29 إلى 18، الصفاوي 28 إلى 16، أما الأزرق 30 إلى 17. كان هذا كل ما داني الحد الآن، إلى اللقاء.